بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت الجمعية المغربية للتضامن من أجل التشغيل لقاء حول المرأة المقاولة. ليفينمون ديالنا أو الحدث ديالنا يسمى بالستارت اب من زيرو. ستارت اب من زيرو هو 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 حكاية لنساء مقاولات عطاو الكثير وتحدوا جميع المشاكل والعوائق من أجل الوصول إلى هدفهم ألا وهو المقاولة. هذه المبادرة تهدف إلى بث روح المقاولة لدى المرأة خاصة والشباب بصفة عامة من خلال استضافة نساء مقاولات لسرد قصص نجاحهن. هذه المبادرة هي مبادرة جد مهمة، والأهمية ديالها في أن الشباب هما اللي قاموا بهذه المبادرة هذا، وهذا الشيء زعما يعني كيفرح المستقبل ديالنا ومستقبل المغرب ككل. انا بالنسبه لي المشاركه ديالي كنشارك كمقاوله وكرئيسه جمعيه النساء المقاولات لفرع الشمال، باش كنشاركوا التجربه ديالنا حنا كنساء مقاولات مع هاد الشباب هادو اللي كيعزموا ان شاء الله باش ياسسوا المقاولات ديالهم. كنشكر الجمعيه اللي فتحت لنا هاد الفرصه باش نهضروا مع الشباب مقاولين يدخلوا لعالم الشغل. كنشكر جميع النساء العالم ماشي غير النساء المقاولات، فحتى المراه في بيتها فهي مقاوله تكافح من اجل اولادها. كنشكر الام ديالنا اللي ربتنا، الاخت، الحامه، جميع النساء العالم. في اطار هذه التظاهره ديال اليوم كنشارك كامراه مقاوله في هذه التظاهره باش كنوصلوا نحاول نوصلوا التجربه ديالي باش يستفدوا منها الاخوات او الاخوان اللي باغيين يستثمروا في مجال المقاوله. دور المراه في انشاء مقاوله ناجحه من شانها ان يعزز مكانه المراه في المجال الاقتصادي ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني.